تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لما لقيه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 من نجاح كبير. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى جلالتكم خالص التهاني والتبريكات لما لقيه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 من نجاح كبير، والذي أسهم بشكل مميز في إطلاع العالم على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات متميزة لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية بخبرات وطنية عبر ما يقدمونه من عطاء مخلص ومقدر، والذي هو مصدر فخر لنا جميعا، والذي انعكس على ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السباقات الدولية. سيدي صاحب الجلالة، لقد أسهمت جائزة البحرين الكبرى التي تقام على حلبة البحرين الدولية سنويا من تحقيق العديد من النجاحات المتتالية بتكاتف الجهود الكبيرة من كافة أبناء البحرين، والتي تعزز جميعها المساعي الرامية لنجاح المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. بهذه المناسبة يسرني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم كل الشكر والتقدير والامتنان، معاهدين جلالتكم على مواصلة المضي نحو تحقيق رؤاكم وتطلعاتكم، مستضيئين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء للوطن والمواطن عبر تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة. دعينا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بمفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، ودمتم سيدي سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بمفور الصحة والعافية، مقرونة بأصدق التهاني العميقة بما وفقكم الله عز وجل بنجاح سباق الفورمولا 1، والتي تعتبر إنجازا رياضيا وحضاريا واقتصاديا لمملكة البحرين العزيزة، حيث أكدت مملكتنا حضورها المميز على خارطة العالم المتحضر، مما عزز من مكانة بلدنا الغالي في الساحة العالمية وبفضل جهود سموكم المميزة. تهنئة لسمو ولجميع الذين أسهموا معكم في نجاح هذه الفعالية المميزة. حفظكم الله ودمتم سالمين، والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.